يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. وصلنا لموضوعنا الأخير واللي بيحكي عن معاناة أو الاضطرابات اللي بتتعلق بقلة النوم الناجم عن القلق النفسي أو حتى التوتر. وبيقولوا يا راء أنه في بعض الأكلات ممكن أنه بتسبب أرق، وفي أكلات ممكن بتساعد على هذا الشيء. يعني بعض الأحيان بيكون في لبعض الأغذية دور كبير بالتأثير على النوم وصحتنا الجسدية والعقلية، وخاصة مع وجود أطعمة مثل ما ذكرت روان بتعزز مشكلة الأرق، وأطعمة ثانية بتساعد أنه ممكن هذا الأرق يروح. هاي الأفكار رح نستوضحها أكثر مع اختصاصية التغذية أسماء جبري. يسعد صباحك أسماء. صباح خير أسماء، اهلا وسهلا فيكي. اول ما بدينا الحلقه قلت لها اللبن بينعس، اعطتني الحل فورا من الاخير. من الاخير ايه، خمائر اللبن بتساعد على استرخاء المعده والامعاء، وبالتالي الفلورا النافعه بترسل للدماغ رسائل استرخاء وريلاكسيشن. مزبوط، بس ما بينصحوا فيه قبل النوم يمكن لاسباب معينه. بالعكس، قبل النوم جيد جدا اللبن يعتبر، لانه خمائره كثير منيحه، بتعطي استرخاء للمعده، ما بتعطيها التشنج والقلق اللي ما بيخليها تنام. معناتها خلص خلينا طب عشان نروح للاول، اول شيء بنعرف فعلا شو هي الاطعمه اللي بتعزز القلق عند النوم وبتقلل النوم. تمام، في عندك كل الاكلات الدسمه، مثلا فيها لحوم او النشويات العاليه، مثلا واحد بده يحط مكرونه او ياكل همبرجر او اكله فيها كثير لحم او دجاج، هذا الشيء بيحتاج من الجسم وبيتطلب مجهود من اجهزه الجسم الداخليه لحتى يحلل هذا الطعام، وهذا المجهود المطلوب المسا ما بيكون الجسم بكفاءته المطلوبه. يعني خلينا نشبه جسم الانسان بدائره موظفين او دائره دوله، دائما الموظفين الصباح بيكونوا انشط وهيك، المسا بيكونوا تعبانين ومعصبين. فتخيلي انت عم تفوتي الاكلات على جسمك بوقت اجهزه جسمك الداخليه تعبانه ومعصبه، استخدمت يعني من الصبح. تمام، فالهضم بيصير ابطا، وبالتالي ممكن ما يصير نوم، حيصير قلق، وممكن كمان يسبب سمنة، لأنه الحرق وعملية هضم الطعام كتير بطيئة وما لها بكفاءتها الجيدة. تماما. طب كمان في بداية كتير ضروري إنه نحكي عنها، هي تأثير قلة النوم على الصحة الجسدية وأيضا العقلية. دائما كنا نسأل من أختصاصيين التغذية، أول شيء نروح إنه عدد ساعات نومك وعلى أساسها بيتم يمكن إنه ينعمل برنامج لنا. شو الرابط أسماء؟ ساعات النوم مهمة جدا للمنتل هيلث، للصحة العقلية، وكمان مهمة لأن واحد يكون عنده ذاكرة جيدة، كفاءة عالية، مهمة لفيتامين إي. ليش واحد لما بيسهر بيلاقي تحت عينه بيصير فورا تجور شوي وسود شوي؟ ليش؟ لأنه فورا بتنقص نسب فيتامين إي بالجسم. عندنا الغدة الصنوبرية اللي بالدماغ اللي هي هالقد، هي ما بتفرز الإفرازات الحقيقية تبعها بالدماغ إلا ليلا وفي العتمة حصرا. فنحن يعني ربنا قال الليلة سباتة، فنحن لازم قد ما فينا نحاول بالليل يكون وقت عتمة، حتى لو نومنا قلق او نومنا شالو ما بننام نوم غميق، نحاول قد ما فينا انه نضل بالعتمه ونعمل جسمنا مرتاح، ما نعطيه اكل، ما نعطيه رياضه. انا ما بحب اللي بيتمرنوا بالليل او ببلشوا وجباتهم بالليل او العشاء متاخر، منهك جدا للجسم. حتى القهوه المتاخره على 6 7 هي ممكن ننام، في ناس تقول لك بشرب قهوه بنام. صح، طب اوكي بتنام، بس جسمي عم يتنبه جوا. تماما، اعصابك مشدوده، مالك حتكون يعني بمستويات النوم المطلوبه، ما حيكون جسمك اعصابك هالقد مرتاح. طب شو هن هدول الاكلات؟ يعني اذا بنذكر هيك او اخطر الاساسيات اللي بياثروا على هذا الشيء. هلا بشكل عام دائما بنصح انه نحن الوجبه الاخيره تكون الساعه يعني ماكسيموم 6 7 المساء. وإذا بتتذكروا هيك بالحلقات السابقة دائما بحكي إنه بعدين حارب جوعك بالشاي. أي شو ما كانت الوجبة، هيلثي أو مو هيلثي، شو ما كانت الوجبة، لما بتجي متأخرة عم بتنبه الجسم وتحمله فوق طاقته. جسم منهك بده ينام، بده يرتاح، عم تعطيه عملية هضم، وهي العملية بدها 4-5 ساعات بروسيس كامل، ما أنا شغلة سهلة أبدا أن هي تصير بخمس دقائق أو ربع ساعة. وبالتالي بتلاقي لك أنا ما بنام، أنا في كتير بالليل، في كتير ناس بتقلك أنا مشتهي نام ساعات متواصلة. هاي كلها كوبيس. تماما، هو الموضوع العشاء بيكون في حدا بيقول كل أكثر أشخاص بيقولوا أنا بس آكل بشوف كوابيس. يا الله،
ما بعرف بصراحة هي أبداً. بصير كتير لخبطات. بصير الجسم ما بيكون لأنه مستقر. تماماً. وفي بعض الأكلات كمان اللي بتساعد على إنه نحن ننام نوم أعمق. يعني مثلاً إذا واحد فاق مثلاً بنص الليل فاق جوعان. طب أوكي خلي صحن فواكه هذا على الطاولة مشان أول ما تفيق تناولت موزة يعني هيك تناولت موزة. هاي الموزة فيها كتير ألياف بتساعد على فكرة على الاسترخاء وبتعطي شعور بالشبع. وهضمه سريع مو مثل اذا انا اخذت معكرونه او اي شيء ثاني ابدا مو مناسب لهذا الوقت مثلا سندويشه بس يعني هي اكله السريعه اساسا تماما للاسف تعرفي انه هي الجلوتين اللي بالخبز هو اكثر يعني اكثر عدو للقولون اصعب لانه القولون بتلاقي غازات وتشنجات ووجع وما بعرف شو ما عارف من شو هو من الخبز هو هذا اساسا فالخبز انا من بكير بكير لازم اوقفه من الخمسة للعصر خلص لا خبز ولا معكرونه ولا اي شيء له علاقه بالمخبوزات فيها جلوتين مشان ريح القولون لانه كمان في ناس عندها مشاكل قولون هدول السنومن اصعب واصعب اللي عندهم مشاكل بالقولون فبدي قد ما بقدر اني هذا الجسم داري مشان لما اوصل لوقت النوم يكون قادر انه يعمل عمليه النوم بطريقه مزبوطه ويكون النوم اعمق شوي كمان في شايات بتساعد على هذا الموضوع مثل مثلا ممكن اليانسون اللي بنعطيه للاطفال نفسه اذا بنضيفه شوي على الشاي تبعنا ما له نكهه ما له شيء يعني كثير بيساعد انه الجسم يرخي مثلا النعنع ممكن نشربه كوب او مثلا خلينا نقول شايات زهورات ممكن نعملها كمان فنجان قبل النوم كثير بيساعد انه انا نام نوم اعمق استرخي الشايات بشكل عام منيحه مهدئه يعني على عكس الكافيين والقهوه وحتى الحليب ممكن يكون بيلبك يعني حتى الحليب ناس بتشرب حليب المساء انا ابدا ما بنصح 90% من الناس عندهم حساسيه ضد الحليب وبيعمل لهم تلبكات وما أكيد. بيكون مريح بوقت حتى اذا كان بارد لانه بتوقع اذا بارد بيكون اخف يمكن هلا في ناس ما عندها اي مشكله او تاثير على الكولون في ناس ما عندها اي مشكله مع الحليب يعني بتشرب كاسة الحليب كانها مي انا بعرف ناس هيك بتستشيرني وناس لو هل قد شربت حليب هيك بطنهم بيصير بيوجعهم فحسب كل جسم اذا انت ما بتتحسس منه اوكي بس انا ما بقول انه هو بيساعد على النوم انا ما عندي هي المعلومه بس اللبن لا خمائره افضل ليساعد على النوم والشوفان كمان من الاكلات يلي بتسد جوع وبتساعد اكثر على النوم خصوصي للاطفال فممكن تكون وجبه الاخيره شوفان ولبن للاطفال وللكبار مثلا موز موزه وشويه عيران او معلقتين لبن بحس انه هيك إذا جاع بالليل هيك ممتاز كتير هذا الكلام أسماء بينطبق على كل الناس في أشخاص دوام ليلي حياتهم ما بتبدأ أبداً من الصبح بالزبط. لأي ساعة ممكن أنه يقدروا أنه يوفقوا بموضوع الأكل شو الوجبات يمكن المسموح فيها بوقت معين وأنه تساعدهم وتعطيهم طاقة لأن في ناس بتبدأ نهارها الساعة واحدة للظهر لأنه بيكون عندها مثلا شفتات ليلية معينة صح ما بتقدر أنها تصحى بكير وفي ناس كمان دواماتها كتير طويلة في ناس من 9 للـ9 فعلا أنا عندي هاي الحالات طيب هذا بده يجي على 9 جوعان بده يتعشى هيك أي شيء فهدول أنا شو بنصحهم خصوصي الشباب شو بقول لهم أعمل بوكسات على الشغل بوكسات أكل ما بتكلفك شيء بالعكس أنت بتطبخ بالبراد لأسبوع أو لخمس أيام واشتري صناديق صغيرة إلى غطا بتقفل وهي الصناديق بتحط فيها أنت قطعتين الدجاج قطعة السلطة شوية رز أو إذا أنت ما بتحب الفزلكة أو هالقصص حط صدر الدجاج ومعلقتين رز وخده معك على الشغل خلي وجبتك عمل بريك لإلك على 5 على 6 ما بتاخذ معك الوجبة 5 دقائق بس قديش بتريح الجسم لانه حاجه تخزن جوع طول وقت الدوام وتجي المساء قد ما اكلت عقلك اللاواعي حيعطيك انك ما رح تشبع شو ما اكلت لانه الجوع المخزن وقت كثير طويل مثل الصيام تقريبا فما تترك حالك بلا ما تتركوا حالكم بلا اكل فترات طويله وتجي بعدين نكون المساء الوجبه كثير كبيره ما رح تكون الوجبه الرئيسيه والاساسيه صح فاللي عندهم دوامات طويله او بالجامعه بنصحهم انه يعملوا بوكسات الاكل هي كثير بتسهل وتحلي الحياة وأصلاً بيصيروا بينعدوا الرفقات منها صحيح يعني شغلة حلوة هي شغلة معدية فعلاً شغلة معدية حلوة تماماً ندوق بعضنا طبخات كثير بتستمتعوا فيه شكراً كثير لك أسماء وجودك معنا ولهي المعلومات القيمة أسماء جبري اختصاصية التغذية شكراً لك ونهارك سعيد يا أسماء شكراً.